سالي، بكل يوم أكيد بنمر بمواقف ضغوط مشاكل، في مشاكل صغيرة عابرة بتكون، بس بتقولي خلص أنا نهاري اليوم تسكر بسبب هاي المشكلة. صحيح. يعني وتعكر. من الصبح بتتعكري تماما، وممكن ضغوط كتير كبيرة مستمرة بتعيش معانا، ضغوط الحياة. كيف ممكن هاي الضغوط وهي الأثار النفسية السلبية نتعامل معها بطريقة صحيحة ما تأثر على نفسيتنا؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة رح نعرف طبعا الإجابة عليه مع ضيفتنا الاختصاصية النفسية سلام القاسم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا رب، وصباح المشاهدين، ان شاء الله هيك يكون بداية ربيع خير على الجميع. ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا فيك استاذة سلام. يعني بالبداية خلينا نحن نعرف الضغط النفسي. مثل ما بنعرف نحن ظروف الحياة القاسية اللي نحن عم نمر فيها عم بتولد ضغوطات نفسية، كيف اذا كان الشخص اكثر عرضة للضغط النفسي؟ هلا في الحقيقة هو الاضطراب هو نوع من الاضطرابات النفسية، الضغط النفسي بيعاني منه الكثيرين خصوصي في الوقت الحالي اللي نحن عم نعيش فيه. هلا في مصطلح جديد بعلم النفس اسمه الهشاشة النفسية. هذا المصطلح هو بيكون نتيجة افكار ومشاعر سلبية، وبيكون عدم القدرة على مواجهة التحديات، بالتالي يعاني الشخص من الأزمات النفسية. بيحاول يعتمد على الآخرين، بيحاول انه بتلاقيه بيميل انه دائما بحس بالفشل، بحس بالإحباط، ما عنده قدرة على مواجهة اي تحدي ممكن يواجهه، بحس انه بتحسي انه عنده هشاشة في الداخل. فهذا الضغط النفسي بيكون في الحقيقة هو اما من عوامل خارجية او من داخل الشخص، او قد يترابط الاثنين مع بعض. فهي الهشاشة النفسية لما بتكون عند الشخص بيكون عنده عدم قدرة على مواجهة اي تحدي، دائما بخاف، دائما بيكون عنده شعور بالكسل، شعور انه ما بتلاقي ما عنده اي نشاط، ما عنده قدره انه يتحمل مسؤوليه اي شيء. يعني دائما بتلاقيه بيعتمد على الاخرين او بيلقي الاخطاء يلي ما عنده او عم يشعر فيها او السلوكيات اللي عم بيقوم فيها بيلقي فيها على الاخرين نتيجه هي الهشاشه اللي بتكون عنده. وهي الهشاشه هي بتكون طبعا من المحيط او من داخل الشخص لانه عنده ضعف بالشخصيه. في الحقيقه نحن هلا يعني مثل ما بلشتوا بالقول انه دائما احيانا الانسان بفيق الصبح بيكون مزعوج، يعني حتى هي الدراسات اثبتت انه لما بفيق الانسان مزعوج هو نوع من الاكتئاب، بسبب اكتئاب عم بيعاني منه. انت ما عندك شيء، مجرد فقتي الصبح عندك هالشعور، هذا شعور الاحباط، شعور انه بدك تقاتلي دبان وشك ما بيقولوا عنا مثلا، او انه تفاعلك مع الاشخاص المحيطين، مع الاسره، مع اولادك، مع عيلتك بتكون بشكل سلبي، او بيكون الاولاد اللي موجودين بالبيت ممكن هن يكونوا كمان بتعاملهم كمان متاثرين بهالحاله هي نتيجه الوضع المحيط او ضمن الاسره، كله بيترابط مع بعضه. اما الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي اللي بصراحه كلياتنا عم نعيشه بالوقت الحالي هو طبعا وضع صعب جدا، ولكن لكل شيء نهايه، نحن ما فينا نفقد الامل ابدا، دائما الحروب تترك اثارها، ونحن كلياتنا كنا متوقعين انه الاثار النفسيه والاقتصاديه اللي راح تكون بعد الحرب الكونيه اللي كانت على سوريا، فهذا طبعا نحن هي الاثار هلا عم نلمسها، ولكن هي لفتره معينه يعني، وبعدين راح تنتهي. هي المانيا وهي اوروبا لما كانت الحرب العالميه الثانيه والاولى كمان خاضوا حروب صعبه ومرت سنوات طويله، ونحن تابعناها طبعا ببرامج بالافلام اللي كانت تطلع، وشفنا قديش كان الاسى والالم يلي عم بيعانوا منه المجتمع بكامله من اطفال وسيدات ونساء ورجال. فنحن بهالوضع اللي عم نمر فيه هو اكيد اكيد وباذن الله هو وضع مؤقت. كمان نحن صار في عندنا شيء انه لهالهشاشه النفسيه اللي موجوده عندنا الشيء الروحاني صار مفقود، يعني بتلاحظي انه الناس ما عاد عندها روحانيه، ما عاد عندها ايمان مطلق، يعني انه ما في شيء ما له نهايه، ايمان برب العالمين. لازم الانسان يكون عنده شيء من الروحانيه لحتى يحسن يتوازن بشكل طبيعي أكيد. ويحسن يتعامل مع الضغوط يلي محيطه فيه. اكيد استاذه سلام، يعني حكيتي جمله هي كثير مفيده، قلتي انه لازم لما نفكر دائما انه اكيد هذا الوضع مو دائم، التفكير تحليل الامور يمكن هو اسلوب من الاساليب اللي ممكن يتعامل مع الشخص مع الضغط النفسي، اكيد في اساليب ثانيه وضع الاختصاصيين النفسيين وعلم الاجتماع بما يخص التعامل مع الضغط النفسي او الهشاشه النفسيه، خلينا نتعرف عليها لو سمحت. هلا بالحقيقه نحن دائما لما بصير عندنا صعوبات او مشاكل بتتراكم مع بعضها كلياتها بصير شيء بنسميه نحن العاصفه الانفعاليه، يعني تماما مثل العاصفه. بهالحاله هي نحن لما بتكون عاصفة حقيقية، طبعا لما بيكون الإنسان قاعد على شجرة أو على غيرها ممكن أنه يكون الوضع هش ويوقع، فنحن الثبات أنك توقفي على الأرض،
تماما هيك بيكون بالعاصفه الانفعاليه لما بتجي هي نتيجه تراكم مجموعه من الضغوطات، صحيح. مجموعه من المشاكل بحياتك، بشغلك، ببيتك، بالوضع العام يلي ذكرته انا عم نعيشه هلا حاليا نحن كسوريين. فطبعا هون عم بصير عندك هالعاصفه الانفعاليه، وقفي على الارض الثابته. كيف الوقوف على الارض؟ الوقوف على الارض الثابته بيكون عن طريق الانتباه والتركيز والاندماج. هلا لما بنقول نحن كيف يعني هدول كلياتهم، كيف بدي انتبه وركز واندمج؟ هن كلياتهم مترافقين مع بعض. الاندماج لما حدا بنحكي نحن انه كيف انا بدي اكون اندمج، يعني مثلا هلا انا لما بشرب كاسه شاي مو مجرد بدي اشربها وامشي، لا، عدي، اركني، استمتعي بكاسة الشاي بحلاوتها، بمنظرها، بهدوءها، مهما كان حواليك، عيشي اللحظة اللي أنت عم تساويها هلأ، اللي عم تعيشيها هلأ بالوقت الحالي. نحن قاعدين هلأ، خلينا عم نحكي بشكل طبيعي، ننبسط بالكلمة اللي عم نقولها، بالجو اللي عايشينه. يعني مو دائما أنا لازم هلأ، كلياتنا بنعرف أنه في عنا وضع اقتصادي، مو معقول أنا كل ما رحت لمكان قاعدة أحكي بهالمشكلة هي. صحيح هي مشكلة عامة ومشكلة كل الشعب بكل أطيافه، يعني ما فينا نقول حدا أحسن من حدا، حتى اللي وضعه المادي كتير كتير عالي كمان تأثر بالأزمة الاقتصادية اللي عم نمر فيها، متعود على شيء معين. تماما، حتى في أزمة اقتصادية عالمية كمان نتيجة الكورونا، يعني هي الظروف الإنسان ما بتمشي على وتيرة واحدة، دائما أنت حياتك هي عبارة عن تقلبات فوق وتحت. يعني نحن دائما لازم نتقبل النجاح والفشل كخطوه من حياتنا، يعني شيء طبيعي نتعامل بهالشيء هذا. هلا بجوز هلا اللي عم يسمعني يقول يمكن هي عم تنظر وعم تحكي بس ترجع على البيت الوضع لا مختلف، أبداً بس لكن هذا هو الواقع، هذا الواقع. لانه انا اذا رحت هلا قعدت وحكيت معك انا والله هلا هيك سعر السكر وسعر الرز وسعر وسعر والوضع والاجار وكذا، طب شو حلينا المشكله؟ احبطنا بعض. فمعناتها نحن لازم نكون نوقف على ارض ثابته في حال وجود العاصفه الانفعاليه، والارض الثابته انك تهدي وتركني تماما. انت ببيتك، بمجال عملك، انت بمكانك، لازم تعرف كيف تنجز عملك مهما كان، مهما كان، يعني حتى لو كان في رواتب عاليه ولا قليله، في عمل بدك تنجزه. انا ما بنجز عملي لانه عم اقبض عليه المبلغ الفلاني، لا، في حس بالمسؤوليه. هالحس هذا بالمسؤوليه لما بتنجزي عملك انت بغض النظر عن المردود يلي عم تاخذيه، هون رح تحسي براحه نفسيه، رح تتغلبي على الهشاشه النفسيه اللي هي بتتجلى بالافكار والمشاعر السلبيه. فنحن هون شو بنكون عملنا؟ خطوه ايجابيه. بالتالي كمان لما نحن بنخفف من توترنا، من قلقنا، من الحده الانفعاليه اللي بحلول، تمام، منبلش نفكر نحن انه شو بدي اعمل انا بحل المشكله. لانه اذا طالما انا عم فكر بالمشكله انا عم اتالم، عم يصير عندي نوبات من قلق، من توتر، وما في حل. لا، خلينا نبلش بالحل. الحل بيبدا كل واحد من عنا، من ذاته، من نفسه. لانه بناء الانسان مثل ما هلا بدنا نبني العمار، بدنا نبني الانسان كمان. بناء الانسان هو بيعرف نفسه. انت لا تعتمد على الاخرين، ابدا بتغيير ذاتك. تغيير ذاتك يبدا من الداخل. شوف شو عندك مشاكل انت عم تعاني منها، حاول انك تطور نفسك. هلا بجوز نقول نحن ما في هدف هلا انه نشتغل عليه، لا، دائما في هدف في الحياه، حتى لو كان الهدف بعيد، في هدف قريب المدى وهدف بعيد المدى. فنحن حتى لو كان هدفنا بعيد، خلينا نشتغل عليه، خلينا نحاول انه على الاقل يكون عندنا شعور الروحاني انه هالحال رح ينتهي للافضل. واكيد باذن الله ما في شيء استمر، ما في شيء استمر الى ما لا نهايه. دائما في بدايه، في نهايه، وفي بدايه. والبدايات هي طبعا اصعب شيء، ولكن لما بتبلشي انت باول خطوه اكيد رح تكملي الخطوات، ورح نحسن نحن نحقق شيء ايجابي، وهالشيء الايجابي رح يعود بالنفع بالدرجه الاولى عليكي انت، انت رح يرجع عليكي انت كمواطن، كمان رح يرجع عليك، وبالتالي بيرجع على الاشخاص المحيطين فيكم. فكروا كيف نحن ممكن نستثمر، وكيف نحن ممكن نستفيد من مشكله عم نعيشها. دائما الازمات إلى جوانب سلبية وجوانب إيجابية، بقدر ما بتضعفنا بتقوينا بجوانب أخرى. خلينا نحن نسعى للجوانب الأخرى اللي رح تقوينا فيها. حلو كتير هالحكي، يعني عن جد حتى الطاقة السلبية الواحد ممكن يتخلص منها من خلال أنه يروق حاله، ويعني حتى الأشخاص المحيطين فيه اللي كتير بينقوا وبيشكوا، أكيد مثل ما قلتي مدام سلام أنه الضغط على جميع والحالة الاقتصادية على جميع، ولكن أنه ما بنستفيد شيء اذا والله نحن نقينا. بالعكس، نحن نلاقي حل، نلاقي كيف فينا نحن ندخر شوي، كيف فينا ما نكب الاكل. يعني كب الاكل صاير حرام، يعني في عالم بتشكي وبتكب اكل. يعني قديش مهم انه نحن مثل ما قلتي ندور على الحل لنقدر نحن نتمتع بحاله نفسيه جيده نوعا ما رغم الضغوط. اكيد هلا الحلول هي دائما مثل ما قلت لك، هي بتنبع من داخل الانسان. هلا في كثير شغلات نحن ممكن نعملها بحياتنا، حتى مثلا انه مجرد انت يكون لك صديق
ظريف وبيتفهمك انه ممكن تكوني تعدي انت وياه تحكي الا ما تجي بشيء فكره مفيده. ممكن نعمل اي مشروع، يعني ما مش في مشكله انه اذا كان في فشل حتى لو خطوه بسيطه بالبيت. هلا في كثير من السيدات السوريات بالمجتمع السوري يعني حاولوا يستثمروا هالشيء ضمن الاسره ضمن المنزل، يعني فكان في انجازات معينه. بعدين هلا كثير الاعمال اليدويه، بعدين كثير في مجالات ممكن الانسان يشتغل عليها، والجمعيات الخيريه كثير قدمت شيء ايجابي بهالفتره هي، يعني كمان بمساعده السيدات، مساعده الاطفال الشباب سواء بحال التعليم او بغيره. ممكن انه نحن كمان مثل يعني ما قلت لك لازم نحن كمان نعتمد على ما يسمى تثقيف النفس من الداخل، وهذا التثقيف انه تعطيه الدافع الايجابي، بعطيه انا الدافع الايجابي لنفسي لما بقول انه انا قادر، انا استطيع انه انجز هالشيء. دائما هذا بيتغلب على الاحباط اللي ممكن عم بيرافق الانسان بالسوري بالذات وبالوقت الحالي قبل ما يخطي اي خطوه. صح، قبل ما يخطي اي خطوه عم يعطي انذار بالفشل لنفسه، فكل اعضائك بتعطي اشارات للدماغ انه بالفشل، فهو بيعطي الامر برد فعل عكسي وبصير الفشل بالحقيقه. لا، خلونا نكون ايجابيين، خلونا نكون متفائلين، يعني هذا الشيء بيعطينا قوه من الداخل. هي القوه بتبين على وشك، بتبين بحضورك، بتبين صحيح. بشخصيتك مع الناس صحيح. كمان حتى مع الاطفال مع المجتمع، يعني حتى هلا شبابنا نحن، يعني انا كثير بحس بنفسي لما بلاقيهم يعني عم بيحاولوا يقولوا مثلا انه ليش عم نتعلم وشو المردود وكذا. لا، هذا كثير غلط، كثير غلط وكثير كبير هالشيء هذا، وكثير محز بالنفس. يعني لا، العلم هو الامم بتنهض بالعلم، فقد ما تعلمنا هو بتقوي نفسك، لانه الجهل هو سبب كل مشكله. كل ما حاولنا نتغلب على الجهل كل ما حاولنا ننتصر، والنصر دائما بيكون شلون؟ بيكون انه انا امن بالشيء اللي عم اعمله، ولما نحن بنامن بالشيء اللي عم نعمله اكيد بنوصل لبر الامان. أكيد. يعني أستاذ سلام مثل ما قلتي دائما الجهل هو السلاح اللي بتخرب من خلاله كل أمة ناجحة. الحمد لله أنه في عنا كتير شباب كمان واعي ومبدع، وشفنا كتير إنجازات خلال هاي الفترة رغم الصعوبات ورغم أكيد. الحرب اللي كانت قوية. إذا بدنا نحكي شوي على أساليب أو مثل ما بيقولوا تكنيك يومي ممكن الشخص يتبعه، فبالتالي بيخفف شوي من الآثار السلبية على ضغط النهار. هلأ سابقا كنا نقول لازم يقعد يكتب أفكاره يفكر فيها، بس مو كل الأشخاص بيكون عندها نفس فضاوة البال ونفس القدرة على أنه تعمل هاي الخطوات. ممكن تفيده 5 دقائق مع حاله بالليل، ممكن هاي تكون مفيدة. قديش بيقول مثلا عد للعشرة لما بيكون معصب، أساليب صغيرة بس ممكن فعلا تعطي نتيجة إذا فينا نتذكرها مع حضرتك. لنبلش نهارنا بشي حلو جميل، خلينا ننام على أفكار حلوة لحتى نفيق على شيء حلو. خلي دائما الربع ساعة اللي قبل النوم دائما انه نحن ما نفكر بمشاكلنا ابدا، فكر بالشيء الحلو اللي بحياتنا، نتذكر الايجابيات دائما حتى لو شغلة بسيطة جدا جدا، يعني ممكن ما تشيليها من ارضها، لا فكري فيها، لانه هي الشغلة الحلوة اللي انت فكرتي فيها قبل ما تنامي رح تفيقي الصبح متفائلة اكثر، ورح تكون يعني تتغلبي على الشعور بالكآبة الصباحية اللي بيكون عند كثير من العالم، وبيكون له سبب طبعا بتوتر جو الأسرة كلياته الصباحي. بس يتوتر جو الأسرة بالبيت رح ينطلق كل واحد لشغله متوتر. فخلينا هي كلها سلسلة وبتلحق بعضها. قبل ما ننام نفكر بشي حلو، نخلي حياتنا حلوة، نستيقظ الصباح نقول صباح الخير، لأنه كلمة صباح الخير بين أفراد الأسرة هي كتير بتعطي طاقة إيجابية وبتعطي شعور بالمحبة والود. لما تنفقد هالكلمات اللطيفة الظريفة يلي ضمن العائلة، فبتلاقي هون كان سبب من سبق من كتير من الأسباب المشاكل الزوجية اللي ممكن تنشأ مع الوقت ويكون لها أثر سلبي كمان على الأبناء. لحتى ننطلق بشكل جيد، خلوا الفشل والنجاح هو خطوة من الحياة، ما هو مرحلة نهائية. صح. لا، ممكن يعني مثله مثل أي شيء بحياتنا. خلينا نقوي حالنا، خلينا نمارس الرياضة، مو ضروري نروح على نوادي، بالبيت خلينا نعمل شيء من التأمل بحياتنا. لما نقعد نتميز بالهدوء، نقعد لحظات صفا، لحظات حلوة مع ذاتنا مو ضروري مع الآخرين. خلونا نراجع نفسنا، خلونا نفكر بشيء ممكن أنه نحن نعمله، خلينا نفكر أنه كيف ممكن نتغلب على أزمة. نحن ما فينا رح نغير أزمة البلد إلى اختصاصيين وإلى مسؤولين، وكل واحد بمكانه ملك.
فانت لما بتكوني بجو بيتك بشغلك باي مكان، هلا مثل ما الجندي اللي بيحارب نحن كمان موجودين باماكننا وكمان عم نحارب بعلمنا بحياتنا، لما بكون عندنا احساس بمسؤوليتنا تجاه العمل اللي عم نقوم فيه اكيد نحن رح نوصل ونحقق شيء بدنا اياه ورح نتغلب على اي ازمه، لانه هي الازمات النفسيه اللي نحن عم نمر فيها كلياتنا، واكيد انا وحده من هالعالم يلي كمان عم بيعانوا من هالشيء يعني، بس لكن بنقدر نبرمج نفسنا حتى نتجاوز هالازمه هي ونوصل لشيء حلو نحن بنحلم فيه. لا تشيلوا الاهداف من حياتكم ابدا، لانه الحياه بلا هدف يعني ما في حياه بلا قيمه، يعني شو بلا قيمه، شو بدنا نعمل؟ لا لازم يكون في عندنا هدف، وهدف كثير كبير دائما. والعمر مهما مر لا تقولوا كبرنا ولا صغرنا ولا هالحكي هذا، هي مجرد مصطلحات بتعطي على الاحباط. باي مرحله من مراحل الحياه ممكن الانسان يحس بالسعاده؟ هي ما انا مرتبطه بعمر بين 20 و30 وانتهى الانسان، لا، باي مرحله من مراحل حياتك فيك تعيشي حالك وفيك تعيشي اللحظه وفيك تنبسطي وفيك تحسي بالسرور، بس لما نحن بنكون متصارحين مع نفسنا بالدرجه الاولى، مو ضروري دائما مثلا هلا نحن بنقول احيانا لما بيكون في عندنا حدا عم بيعاني من مشكله انه اقعد واكتب وفرغ وكذا، في كثير اساليب للتفريغ، نقي الطريقه اللي بتلاقي فيها ذاتك ممكن تفرغ. بجوز انا لما بتفرج على برنامج تلفزيوني يعطيني دعم ايجابي، طبيعي نحن كبشر يا اخي مو ضروري نكون نحن دائما كمان مبسوطين، عادي بنزعل وبنتالم وبنحس بكثير شغلات ماساويه جواتنا لانه نحن بشر، ولكن بالمقابل هذا ما لازم يضل يسيطر علينا، لازم نحاول انه نطلع من الاسى والالم يلي عم نعيش فيه. ودائما هذا الاسى والالم والصدمات دائما بيجي للانسان، دائما في شيء اسمه كرب ما بعد الصدمه، لما بتحسي بظرف معين بفقدان غالي بالم اكيد رح يجيكي صدمه، ولكن مع الوقت ومع مرور الزمن نحن رح نآمن بشيء روحاني، لأنه دائما في شيء عند الإنسان رب العالمين هو وضعه، لأنه لازم نحن نكون ليش بقول روحانيين، لما نكون روحانيين بنحس بجمالية الحياة وببساطة الحياة، لأنه هي مرحلة بالأخير وماشيين وكلياتنا نخلي حياتنا معقدة، خلونا متفائلين، خلينا نشعر بالحب، نشعر بالحنان، نشعر بالمسؤولية ونكون قدها، وإن شاء الله نتغلب أكيد على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع المأساوي اللي عم نعيش فيه كلياتنا، وتنتهي هالمرحلة. والأمل هو دائما شعارنا، لأنه لولا الأمل لانتهت الحياة، فنحن دائما متمسك بالأمل بأي شيء وين ما كنا وشو ما كان عم بيصير. فالأمل هو شعارنا يلي بنمسكه ويلي كمان بيوصلنا للحياة الحلوة يلي بنحلم فيها كلياتنا. نعم أكيد. يعني مدام سلام، مع هالعبارات الجميلة والطاقة الإيجابية يعني هيك بدنا نصيحة أخيرة لكل يلي عم بيتابعنا، نصيحة هيك باختصار، بعد عن الخوف، بعد عن الأشخاص السلبيين يلي ممكن يوتروك، لا تتوتر بحياتك، لا تحاول تعيش العزلة، عيش لحظات من الهدوء. كل شيء الإنسان ممكن، اللي بيفقد مال ممكن يحس إنه فقد شيء غالي، واللي بيضيع شرف ممكن يحس شيء لا يقدر بقيمة، ولكن يلي بيفقد الأمل فقد أضاع كل شيء. خلونا نتمسك بالأمان. نعم. وأكيد رح نوصل لحياة حلوة وسعيدة. أكيد. وبتشكر كل المشاهدين يلي عم يشوفونا هلأ، وبتشكركم على هاللقاء الحلو وهالأخبارية القناة الحلوة يلي بتستضيفنا من وقت لآخر. شكراً لك أستاذة سلام، وشكراً لكل المعلومات، وأكيد نتمنى لك كمان الصحة الجيدة والحياة الجيدة بقلب هاي الضغوط، باعتبارك أيضا أم، وأكيد لك دور كتير كبير بقلب البيت. شكرا لك.